قلت له موجود، هو بيصور اعلان في الامارات. ما هو يا اما بيصور اعلان يا اما بس المفروض نتكلم دلوقتي كويس عشان هو ده انا بتكلم مدير ده المنتخب، مش عايزين ضحك. لا هو معاك انت مش هيعمل حاجه، لكن انا راجل غلبان وراجل مدرب غلبان، سلطته اعلى مني. دلوقتي سلطته اعلى منك، خلي بالك. فقلت له بركات موجوده يا باشمهندس، يعني سهل يعني. قال لي طيب ايه رايك؟ قلت له يا ريت طبعا. فاتصلت ببركات، وكان صعبان عليه في الوقت ده، بيوصف لي تصوير الاعلان. انا بكلمه في ان انا قاعد مع الباشمهندس عادلي وبمضي مع في النادي الاهلي وخلاص، والامور بالنسبه لي انتهت. هو بيوصف لي الاعلان. طب اصبر بس يا عم عماد، لما اقول لك بص يا عم عماد انا صعبان عليا، طب يدوني العربيه. كانوا بينزلوا عربيه هامر تنزل تتكسر تبوظ، عشان خاطر اعلان مش عربيه. يعني هو الاعلان مش عربيه، مش عربيه. كان اعلان حاجه ساعه، حاجه ساعه. كان صعبان على العربيه جدا. قال لك عم سيبني بس في اللي انا فيه، اخد العربيه عملت ابو وهمشي وبعدين نتكلم. قلت له انا قاعد مع الباشمهندس عدلي اتكلم معاه. فاتكلم معاه واتفقوا ان هو ان شاء الله لما يرجع يقعد معاه ويتكلم معاه. دي كانت البدايه، فدي كانت البدايه. وجي فعلا هو قاعد مع الباشمهندس عدلي والدكتور خليل فايد على ما اتذكر، والامور بدات تمشي. اجينا في يوم بقى رايحين النادي تمرينه، ولقيت الدنيا مقلوبه من على باب النادي من بره. برده كان بالنسبه لنا حدث برده ان انت اتنين لعيبه في التوقيت ده، يعني الحمد لله كنا مسمعين بشكل كويس. كل واحد ليه اسمه طبعا. ان انت جاي النادي الاهلي، فكان حاجه كبيره. فبدانا مع نهايه الموسم، يعني كان لسه الموسم شغال واحنا بدانا تمرين مع الفرقه، بس احنا كنا لسه رايحين النادي. فتابلنا على الباب او تابلنا في الاوبرا، بنركن عربيات وبعدين نخش النادي ماشي. فمن على الباب النادي، حبيبكو هنا، حبيبنا مين اللي حبيبنا. المهم داخلين لقينا في مكتب مدير الكوره قاعده كبيره، وكابتن خطيب موجود، والاستاذ اسامه موجود. انا مش فاكر، انا فاكر بس دي حد تاني. فداخلين والناس استقبلونا من على ده هنا كنت انا خلصت خلاص. انا جيت في الاخر. انتوا كده خلاص وعاملين بقيتوا ثلاثه. طب ثلاثه ايه؟ محدش ولا فاهمين احنا لغايه لما دخلنا من الباب. بس كانت من الاسرار الحربيه. فبص لقيت مين اللي في وشي. اسلام الشاطر. قلت لا هو في ايه يا ابني، انا مش سايبك في السعوديه. وبعدين طاعاره للاتحاد، هترجع تاني على ارجع على نادي الزمالك. على نادي الزمالك. وبدات من هنا برضو حدوته قصص قصه اسلام الشاطر وبتاع. انت بقى انا هستضيفك في مره عشان انت تحكي. القصه الكواليس. وعشنا فتره في فتره الاعداد بقى لما طلعنا المانيا. فاكر المانيا وهيلعب؟ فاكر ماتش ولا مش هيلعب؟ ماتش الودي. كانت فرقة مشهورة اسمها اوساسونا.